اليوم في رحلات البشمهندس سنتعرف على السياحة في تشيك وأفضل 6 مدن وبلدات تستحق زيارتك. تعد دولة تشيك واحدة من أهم الوجهات السياحية في العالم، لما تتمتع به من طبيعة خلابة وأماكن تاريخية رائعة. وبالرغم من عدم إطلالها على بحار، إلا أنها تحتضن العديد من الأنهار الطبيعية التي قلما نجد مثيلها في مكان آخر، مما جعل السياحة في تشيك ترضي الكثيرين من الأذواق، خاصة محبي قضاء العطلات مع العائلات ورحلات شهر العسل والاستجمام. السياحة في تشيسكي كروملوف. عندما تتخذ قرار الحصول على فيزا تشيك والسفر إليها، لابد أن تضع السياحة في تشيسكي كروملوف على قائمة خياراتك. تقع مدينة تشيسكي كروملوف على بعد 200 متر جنوب العاصمة براغ وجنوب بوهيميا، حيث تزين ضفاف نهر فاتافا، وتتمتع بإطلالة رائعة على العديد من الوديان والتلال من جهتي الجنوب والغرب، كما تضم مجموعة من البحيرات المتسعة إلى جانب العديد من المقاهي والفنادق والمطاعم ذات الأسعار المعقولة والتي تناسب كافة الأذواق والفئات. السياحة في بيرون. تقع بلدة بيرون في إقليم بوهيميا الوسطى في جمهورية تشيك، على بعد 30 كيلومتر فقط من جنوب غرب براغ عاصمة تشيك، وهي قرية صغيرة إذ تبلغ مساحتها حوالي 32 ألف كيلومتر مربع. في منتصف البلدة توجد الساحة الرئيسية، حيث الأسواق الحرفية كالأواني الفخارية والصناعات اليدوية المتنوعة. فيمكنك أثناء السياحة في بيرون شراء الهدايا التذكارية المختلفة، كما يمكنك الاستمتاع في هذه القرية خاصة إن كنت برفقة أطفال، حيث ستجد الحديقة الغابية التي تضم ملاعب للأطفال وتقام فيها الحفلات المختلفة بانتظام. السياحة في بورنو. مدينة بورنو أو مدينة المعارض العريقة كما يطلقون عليها، هي ثاني أكبر مدينة في دولة تشيك من حيث عدد السكان بعد مدينة براغ العاصمة التشيكية، وهي محافظة مورافيا الجنوبية. تقع عند التقاء نهري سيفراتكا وسفيتافا في الجزء الجنوبي الشرقي من تشيك. تضم هذه المدينة حوالي 30 جامعة في مختلف التخصصات، ويفد إليها أعداد هائلة من الطلاب والباحثون من مختلف أنحاء العالم بغرض الدراسة. ومن أشهر علماء مدينة بورنو هو غريغور مندال، وهو أول من أسس علم الوراثة الحديث. السياحة في كارلو فيفاري. تعد مدينة كارلو فيفاري هي الوجهة الملهمة للعديد من الفنانين كبيتهوفن وكارل ماركس، وتشتهر بمنتجعاتها العلاجية والسياحية أيضاً. إلى جانب ذلك، فهي تحوي عدد كبير من الكنائس العريقة، كما تقام بكارلو فيفاري العديد من المهرجانات الفنية كمهرجان كارلو فيفاري السينمائي الدولي، الذي يعد من أقدم المهرجانات في أوروبا بل وفي العالم ككل. وتقع مدينة كارلو فيفاري في الغرب من براغ العاصمة التشيكية، وتكثر فيها الينابيع الساخنة والتي يقصدها العديد من الزائرين للاسترخاء والاستشفاء.
السياحة في براغ. براغ هي عاصمة تشيك، وقد حافظت حكوماتها المتعاقبة على مر التاريخ على آثارها المعمارية العريقة حتى وقتنا هذا، فهي تجمع بين المباني الأثرية القديمة وحداثة الحاضر المميزة التي تزين شوارعها الواسعة. كما تعد براغ منارة للثقافة ووجهة للعديد من الفنانين والمدونين والرياضيين ومخرجي الأفلام العالمية المشهورة، ومتحفاً مفتوحاً للحضارة الرومانية، لذا فهي بلا منازع من أكثر مدن تشيك جذباً للسياح من حول العالم.